هذاك نيدري يا مدور الأصل والأنساب، عريب الجدود اللي أصيله مواقفها كأن المروق وهو الشهامة غدير أوصاب بيد الوفا يشرب صفاها ويغرفها بيد الوفا يشرب صفاها ويغرفها سلامي على أهل الطيب والفخر والترحاب على الفضل والمذهب وميزة وصايبها بيوت الكرم للطيف والجار والاقرب بيوت انت لي من زبنها وحالفها بيوت انت لي من زبنها وحالفها هذاك نيدري مدور الاصل والانسى عريب الجدود اللي اصيله مواقفها كأن المروه والشهامه غدير وصابية الوفا يشرب صباها ويغلبها إنما وقفت هنا مرحبا بكم في حفلنا ولي والفخر لي أسأل الرحمن أن يجمعنا في جنات الخلد مع كل ولي بسم الله وعلى اسم الله بسم الله نبدأ وعلى اسم الله نسير وإلى الله انتهى وإلى الله المصير أما بعد سعادة الشيخ خالد بن حميد الكليبي السادة الحضور أيها الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خير ما نبدأ به القرآن الكريم يتلوه على مسامعكم الأستاذ فهد محمد الكليبي الله من الشيطان الرجيم فأما من أوتي كتابه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة روعها سبعون ذراعا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. نجدد ونكرر الترحيب بكم في محلكم وبين أخوانكم في محافظة الليث ونفرش لكم ورود المحبة والإخاء. أهلا بأهلنا وأهلا بربعنا، أهلا بجماعتنا الموقرين وأبناء العم أفراد وأبناء قبيلة الكنادرة من بني السفر. يسرنا بهذه المناسبة أن نتقدم لشيخنا الجليل سعادة الشيخ غازي بن حميد الكنيدي حفظه الله بالثناء والشكر والتقدير والعرفان على جهوده العظيمة التي يبذلها في سبيل رفعة اسم القبيلة في جميع المحافل والمجالس، سواء مع أبناء عمومتنا من قبيلة أبناء السفر أو مع كافة قبيلة حرب أو مع القبائل المجاورة لنا. سعادة الشيخ زدت ولا زلت وتذود عن هذه القبيلة وتدفع القالي والنفيس من أجل خدمة القبيلة وعيانها، ولم كلمتها وتوحيد شملها. فنشكر الله العلي القدير أن سخر لنا أمثالك وأن سخر لك الرجال ذو الحكمة والرأي السديد حولك، شيخنا الفاضل وصحبه الكرام أبناء العم. أهلا ومرحبا بكم في محلكم وبين أبنائكم، ونرجو منكم أن تكون هذه المبادرة سنوية ثابتة يلتقي بها الجميع من أبناء العم، ويستمر شمل اللقاء هنا وهناك في ديار قبيلة الكنادرة انطلاقا شمالا من رابق نزولا إلى الجموم وصولا إلى الجنوب في محافظة الليث. نزيد من التلاحم والتقارب حتى وإن فرقتنا المسافات الطويلة، ونجدد الترحيب بكم راجين أن تقضوا أجمل الأوقات واللحظات في محافظة الليث، شاكرين لكم حضوركم ومقدرين لكم وجودكم بيننا. أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح الزمان اللي مضى والفعل يتلاها الكلام، وكل فعل للنشامة فخر ذكرى غايت سحور رابع فالبوادي صيتهم ست الوحام، سحور رابع فالبوادي صيتهم ست الوحام، ينطحون السنبق على أمالتي في الريس في الموقف الغصاب سقم أقصام اليتنا دعيال كامل قال الحريب نهايتي شداد غزعة ووزعة الطيب وحشام ميقافهم معروف من ذاك الزمان البايتي. وانا لجيت بمدى ما قصدت الا الحساب، وانا لجيت بمدى ما قصدت الا العظام، وفي واجبي لعيال عمي ما بدي حاجتي، واللي رقيت ارقى سنه وعزوتي ترقى سنه، ضروب وسلوم الحرم تردف مشاب خطوتي. الات سفر الات سفر اللي لا انفضى الى مركب مقام من سلايا الحرب دربين الفعول عصابتي، ومع احترامي للقبائل من اليمن لحدود شام الله يعز اخوان بدوى من
تمنى راحته وسلامته. يا قصر مبني من جدود اهلي ثباته، إن معها من حيث ما تمني عصاته، إن نكيد الحرب ونكيد الحريب. واللي بنى له بيت في روس الجبال يبقى على أساسه ويرسي كل عام. سلامي يا قصر لنا من يوم أهلنا، يا قصر مبني من جدوده في ثباته، إنا معه من حيث ما تومي عصاته، حنا نكيد الحرب ونكيد الحريب. واللي بنى له بيت في روس الجبال يبقى على أساسه ويرسي كل عام، يبقى على أساسه ويرسي كل عام. سلامات. والله انه ضغط، والله انه ضغط في الطين والشده احزام، من فزعه المرجله الى جاي احتزم، حي راسه دام واقفه في الوقفات دام. كلمه الان الشيخ غازي بن حميد الكنيدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا جزاكم الله خير على هذا الاستقبال، نيابه عن ربكم من جده ومن مكه ومن جول ومن رابه. مشاعركم النبيه، الله يجزاكم خير وشكرا لكم الله يحفظكم. ملك وانت الذي تامر وشعبك قدها، الدار دارك والوطن كلها لك، وافعالك تحير شعوب تعدها. انت ملك من قبل لا تصبح ملك، وانت الذي تامر وشعبك قدها، الدار دارك والوطن كلها لك، وافعالك تحير شعوب. I'm
محمد الموسيقى. حرب نص المملكة، العبوا والعبوا والعبوا.
يا